دي أحدث موضة، لسه وصل الأسبوع اللي فات من باري. يا رب بقى تلحقوا تشتروها. فعلاً شكلهم جديد ومختلف جداً. طبعاً يا مدام، ولسه لما تشوفي بقية الفساتين. خلاص بقى راحت على الفساتين الكبيرة والكوسات والحاجات دي. أمال فين مدام يوجات؟ فين مدام يوجات؟ مدام يوجات؟ آه جاي حالاً. إيه يا مراد؟ أيوة ما تستعجل لنا مدام يوجات يا مراد. حالاً أهي نازلة أهي. مدام يوجات جت. في القرف اللي بتقولي ده. مدام يوجات هي اللي جايبه الازياء الجميله دي كلها من باري. جيم بوكو وترجو مدام يوجات. اتونسيو لا بالاكون. تفهم؟ معلش مدام يوجات لسه جايه من السفر بقى وتعبانه. بالاكون بتوقع على دماغك يا شيخه. خلاص ما تكتمي ما تكتميش. طيب نبدأ بقى بأول فستان. مين هيشتريه؟ وده بقى من ألطف الفساتين اللي عندنا، مصنوع من الشيفون وكله فلونات. مين الهانم اللي هتشتريه؟ أنا هشتري الفستان ده. لا أنا اللي هشتري الفستان ده. لا إحنا كده نعمل عليه مزاد بقى. الفساتين دي كلها مسروقة والناس دول هما اللي سرقوها. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.